طب خلينا نقول الو كده نسمع الصوت، هنشوف هتعرفوا الصوت اللي معانا على الهوا ولا لا. مساء الخير والف مبروك طبعا. لا هم عرفوا الصوت على طول. الو الو الو، مساء الفل. ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ كابتن حمدي منور الدنيا، ربنا يخليك. انا اشكر بطوله كاس مصر اللي خلتني اسمع صوتك، ده كان يعني حلم بعيد. انا من عشاقك ومن محبيك الحقيقه من زمان جدا كابتن حمدي. ربنا يخليك، انت انسان محترم ومذيع محترم، وربنا يوفقك دايما في برامجك. الله يخليك، يا رب. الف الف مبروك، ربنا يخليك. تتويج جديد بيضاف لمشوار حمدي الصافي في مباراه كنت لسه بتكلم مع مريم وساره، لعبت بينا كوره شويه يعني بدايتها، كنا حاسين البطوله قريبه، الماتش صعب علينا، لكن الحمد لله في النهايه قدرت بطلات النادي الاهلي يحسموا البطوله لصالحنا. في البدايه طبعا برحب بحضرتك ومعاك اتنين لعيبه، مريم متولي وساره امين، الحقيقه من احسن اللعيبه في مصر وافريقيا، كل واحده في مركزها. مريم متولي وحش مركز ثلاثه في افريقيا، وساره امين احسن استقبال في افريقيا ومركز اربعه. الحقيقه اثنين مميزين جدا لعبا وخلقا، ومن اكثر الناس يعني اللي بحبهم جدا وبحب لعبهم يعني الحقيقه. خلينا نقول طايره الاهلي سيدات كابتن حمدي سيطره كامله. الحمد لله، والله كله بفضل ربنا واجتهاد اللعيبه اللي موجوده قدام حضرتك وزمايلهم، بيتعبوا جدا وبيضحوا كتير الحقيقه عشان يقدروا متفوقين ودايما في الصداره ويحققوا بطولات للنادي الاهلي كتير، يعني كلهم تقريبا بيضحوا بوقتهم واشغالهم ومجهود كبير بيبذلوه طول السنه، بيطلعوا من الشغل على التمارين على يعني تقريبا ما بيريحوش خالص طول السنه، احنا بقالنا سنه تقريبا شغالين بدون راحه يعني. انا بيتهيألي ده ممكن يكون زي ما هو حاجه تحسب طبعا لفريق طايره الاهلي، لكن كمان بالنسبه لمدير فني بتبقى مشكله شويه، مشكله عشان يلاقي الحافز اللي يخلي اللعيبه طول النهار عندها الرغبه في انها تفوز وانها تكسب وانها تحقق بطولات، ومشكله كمان عشان انك انت من ناحيه المستوى الفني يعني على المستوى المحلي طبعا بكلم في حته تانية، فعشان تقدر ترفع من مستواك وتطور من فرقتك برضو الى حد ما بيبقى محتاج شغل اكتر او محتاج تعب اكتر. اكيد طبعا، هي حته ان انت دايما مطالب بالمكسب، دي خاصه جمهور النادي الاهلي طبعا ما بيرضاش غير بالمركز الاول، فده بيحملنا كبيره كلاعيبه وجهاز فني قدام الجماهير ديت وقدام مجلس الاداره بتاعتنا اللي بيدعمنا دايما ومنتظر مننا دايما الانتصارات والمراكز الاولى والبطولات، فدايما بيبقى حمل علينا ان احنا ما نكسلش ودايما بنفكرهم بالمسؤوليه اللي علينا وثقه الجمهور والنادي فينا، فدايما هم الحقيقه بيسمعوا في وقت طبعا احنا بني ادمين، بيجي وقت بيتعبوا شويه احنا بنحفزهم شويه، فالامور بتمشي الحمد لله. هم طبعا على قدر كبير من الخبره كبيره، معظمهم عندهم خبرات كبيره ولعبوا بطولات كبيره افريقيا وعلى مستوى المنتخبات، فعندهم خبره كبيره بيقدروا امتى يركزوا وامتى في وقت معين ممكن نريح شويه، امتى ممكن نضغط على نفسنا ونركز، فدي مريحانا برضو كجهاز الحمد لله. طيب انا كان في سؤال كنت اساله لساره ومريم، بس خليني برضو حضرتك موجود معانا اساله لك. يعني احنا على مستوى الانديه، وحضرتك بتتكلم طبعا عن نادي بحجم النادي الاهلي، لكن لازم احط معاه كمان بين قوسين نادي زي نادي الصيد اللي شفته الحقيقه فرقته امبارح، فرقه محترمه جدا وعندها لاعبات على مستوى رائع بالتاكيد، مش هقدر انسى الزمالك وسبورتنج اللي وصلوا المربع الذهبي، ورغم ان احنا على مستوى الانديه وخصوصا الاهلي كمان على المستوى مش بس المحلي، المستوى اللي يمكن القاري والعربي كمان بيقدم عروض محترمه وبيحقق نتائج كويسه، لكن المنتخب مش بنفس القوه. يهمني اسمع راي كابتن حمدي الصافي، ايه هي اهم الاسباب؟ بص، واحنا على مستوى الانديه الحقيقه الدوري بتاعنا بقى قوي جدا، عندنا اربع انديه او خمس انديه قويه جدا وكلهم لاعبات يقدروا يمثلوا مصر في المنتخبات وفي البطولات الدوليه. الحقيقه احنا كنادي اهلي، انا اتكلم على نادي اهلي، ان احنا بنوفر كل حاجه للعيبه، معسكرات، تدريبات، تركيز دايما في الماتشات وفي الامكانيات وفي كل حاجه نفسيه وبدنيه، اعتقد ده يعني لو توفر لهم في المنتخب هيكسبوا بطولات افريقيا بسهوله، خاصه هم نفس اللعيبه بيكسبوهم في الانديه، بس بيجوا في المنتخبات بيبقى الاعداد مش اللي هو مش ولا بد، تجميعات بتبقى فترات قليله، اللعيبه ما بتبقاش كامله، بيبقى في مشاكل ما بتتحلش للعيبه، فكل ده بيأثر طبعا، الفريق بيروح طبعا ما بيلاقيش الدعم النفسي والفني اللي بيلاقيه في الانديه بتاعته، ف
فبالتالي ما بيحققش نفس المستوى ونفس النتائج اللي بيحققها في الانديه. ساره وماريا بتحبوا تقولوا حاجه للكابتن حمدي او تطلبوا منه طلب على الهواء؟ مش هيقدر يرفض على فكره. لا هجميته. كان احساسك ايه يا كابتن حمدي امبارح بس كده قول لنا. بص والله العظيم انا يعني عاوز اقول لكم يعني اولا انا يعني حته الخساره والمكسب دي بتاعت ربنا، بس انا يعني كان لحد اخر لحظه عندي ثقه فيكم ان انتم هترجعوا الكامباك بتاعكم، ان عندي ثقه في خبرتكم وعندي ثقه في تمرينكم وفي امكانياتكم، يعني ما تهزتش اللحظه ان احنا هنخسر، حتى وهم متقدمين علينا في اخر الشوط الخامس كنت عارف ان احنا عندنا من الخبرات وان احنا اتمرنا وتعبنا، فربنا هيجازينا، وده اللي حصل في الاخر. يعني الثقه بتاعتي فيكم ما تهزتش لحظه والله. حتى ما انا ضيعت اتفضلي لا اتفضلي يا مالي اتفضلي حتى ما ضيعت السيرف 12 قول. والله بصي يعني لا انا ما تلاقيني حتى انا ما انا في الوقت ده عاده لما بضيع السيرف بكلمك، المره الوحيده اللي ما كلمتكيش فيها يعني ما عملتش اي رد فعل معاكي. مفيش حاجه تتقال. يعني مفيش حاجه تتقال، حاجه تتقال. نورتنا نورت الدنيا يا كابتن حمدي، بشكرك شكرا جزيلا وسعداء دايما ان احنا نسمع صوتك في بيتك ومكانك طبعا قناه النادي الاهلي.